فتوى إسقاط الجهاد يقينية، فتوى إسقاط الجهاد يقينية، وعمالة السيستاني يقينية أيضا. فهل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ هل الثمن مجاني أو 200 مليون دولار؟ هذه التفت جيدا وثيقة أخرى يقول: وكان صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أمس أن ضباط الجيش الأمريكي أجروا اتصالات مع مساعدي رجل دين شيعي كبير في النجف. التفت جيدا يقول: مع ضباط الجيش الأمريكي. ما هذه العلاقات الحميمة؟ علاقة حميمة؟ هل هذه العلاقات بأمر المهدي، بإمضاء المهدي، بتوجيه المهدي، بمباركة المهدي الذي يلتقي به السيستاني، الذي يجلس معه السيستاني، الذي يأتي السيستاني بفتاوى منه، الذي يتعلم منه السيستاني؟ هل هذه العمالة، بإمضاء المهدي، بتوجيه من المهدي، بفعل المهدي، بأمر المهدي؟ هل هذه العمالة بأمر الإمام علي الذي يدعي السيستاني وأتباع السيستاني أنه يلتقي بالإمام علي؟ هذه الأكذوبة، أكذوبة التقاء السيستاني بالإمام علي، هل هذه العمالة بأمر الإمام علي، بتوجيه الإمام علي، بإمضاء الإمام علي، بفتوى الإمام علي والتزم بها السيستاني؟ أين المهدي من هذه العمالة؟ أين المهدي من هذا الخزي والعار على الشيعة على طول التاريخ؟ ضباط مع مساعدي السيستاني، برايمر مع السيستاني، رامسفيلد مع السيستاني، بوش مع السيستاني. يا إلهي ماذا جرى؟ يا إلهي ماذا جرى؟ وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت أن ضباط الجيش الأمريكي أجروا اتصالات مع مساعدي رجل دين شيعي كبير في النجف. هذا الكلام تطبيقا على طلب السيستاني بأن لا يذكر اسمه، مع مساعدي رجل دين شيعي كبير في النجف على أمل الاتفاق حول كيفية. التفت، ما هو اللقاء؟ التقاء الضباط الأمريكان مع مساعدي السيستاني في النجف، اللقاء في النجف، المؤامرة في النجف، العمالة على أمل الاتفاق حول كيفية إدارة المدينة في غياب القوات العراقية النظامية وغير النظامية. ونقلت نيويورك تايمز، اذهبوا إلى صحيفة نيويورك تايمز، سجلوا شكوى وشكاوى ضد نيويورك تايمز، ضد رويترز، ضد الوكالات، ضد الأمريكان، ضد البريطانيين. لماذا تأتون على الصرخي وأتباع الصرخي على الموحدين الشيعة، على مساجد الموحدين الشيعة، على الموحدين السنة، على أهل السنة، على مساجد أهل السنة، على مصاحف أهل السنة، على مصاحف الصرخيين، على مصاحف الموحدين؟ لماذا؟ اذهبوا إلى هؤلاء، يتهمونكم بالعمالة، بأخس العمالة، بأخطر عمالة، بأرذل عمالة، بأحقر عمالة، بأخس عمالة. اذهبوا إليهم، سجلوا الشكوى ضدهم، تظاهروا ضدهم، لقاءات واتفاقات على أعلى المستويات. ونقلت في تقرير لها من النجف عن كولونيل إنه تحدث مع مساعد لآية الله السيستاني حول كيفية إدارة المدينة، وأعرب عن أمله في تلقي رد منه أمس من السيستاني. ويعتبر السيستاني من كبار رجال الدين الشيعة، ويمكن أن يكون لتعاونه مع القوات الأمريكية تأثير لكسب تأييد المدنيين العراقيين. أين هذا الكلام؟ قلنا في الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى، الخبر لندن، الجمعة 1/0/1424 هجري، 4 أبريل 4 نيسان، مع الاحتلال الأمريكي، مع الغزو الأمريكي. السيستاني، مرجعية السيستاني مرابطة، ملازمة، مرافقة للأمريكان وللاحتلال الأمريكي وللمحتلين وللاحتلال الغربي الأمريكي.
هل يوجد مرجعية بهذه الخسة، بهذه الدناءة، بهذا الانحطاط؟ هل يوجد شرف؟ هل يوجد أصل؟ هل يوجد غيرة؟ هل يوجد رجولة؟ هل هذه عبارة عن دليل قطعي عن عدم النسب، عن عدم الطهارة، عن عدم الحلية؟ الله العالم لا نعلم، لكن لا يمكن أن يصدر من جاهل، من فاسق مثل هذه العمالة وهذه الخسة وهذه الدناءة. فكيف يصدر هذا من عالم؟ من الجاهل، من الفاسق، من المنحط، لا يمكن أن يصدر هذا الأمر ومثل هذا الأمر. كيف يصدر من السستاني؟ كيف يصدر من السستاني؟ هل الصرخي عميل أو السستاني عميل؟ السستاني عميل وعميل وعميل ورئيس العملاء والمرجع الأعلى للعمالة والعملاء والزعيم الأعلى للعمالة والعملاء وإمام العمالة والعملاء. هذا هو السستاني، هذه هي حقيقة السستاني، هذا هو واقع السستاني، هذا هو التثبيت لشخصية السستاني رجالياً وترجمةً للسستاني ولشخصية السستاني. لا علم، لا وثاقة، لا تقوى، لا إيمان، لا عدالة. إذن هذا في الشرق الأوسط تحت عنوان أبرز علماء الدين الشيعة في النجف يصدر فتوى بعدم قتال القوات الأمريكية أو عرقلة تقدمها إلى بغداد.